تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، اطمأن خلاله على صحة سموه وأعرب عن خالص تهانيه بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن سالما معافى، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ سموه وأن ينعم عليه بصحة وموفور السلامة. من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة وحرصه على الإطمئنان على صحة سموه ودعواته الصادقة بما يعكس عمق علاقات الأخوة والمحبة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مبتهلا إلى الله العزيز القدير أن يحفظ سموه ويديم عليه موفور الصحة والسعادة وأن يمن على دولة الكويت وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.